أيها الأحبة الكرام مشاهدينا متابعينا في كل مكان، مشاهدي ومتابعي قنوات بين سبورت، دوري أبطال آسيا زانت من جديد من خلال هذه الجولة الثالثة لمرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا في هذا الموسم، موسم 2020 هنا وبحسابات هذه المجموعة في الساد خلي المجموعة الأولى في هذا اللقاء في تشكيلة النادي الهلال. يرسل كرة عالية بعد ذلك الرأسية، جول، يا لها من رأسية لكن يا لها من أو نادي الشرطة. ولا مباراة رسمية ما بين الفريقين على مستوى شاهد مدرب نادي الشرطة، بينما هنا لدينا محاولة عرضية عالية، السومة في كرة أولى وفي اختبار الركلة الركنية كرة ترسل، عمر عند الكرة الرأسية حاضرة ولكن في الأخير تحولت إلى خارج، وصلت في الطرف الأيسر عرضية لكن وينها سهلة عند حارس الميدان لمصلحة نادي الشرطة. انطلاقة تأتي، محاولة مستمرة، تدخل كان موجود، الصافرة الحكم نواف شكر الله تشير إلى خطأ في الكرة الماضية. ياتي الـ 12 الأخيرة، كرة تصل لمصلحة نادي الشرطة، ممتاز الكرة والتسديدة لكنها تحولت إلى خارج الملعب وأصبحت إلى ركلة مرمى في هذه اللحظات. هذه الكرة منقولة، هذه الكرة داخل منطقة الجزاء، مروان حسين عند الكرة لكنها بتركلة حرة مباشرة لما يرسل كرة عالية، بعد ذلك التغطية كانت أيمن لكن الكرة طالت، وصلت هذه الكرة عند مدافع نادي الشرطة ومن ثم التدخل كان موجود من عبد الله حسون في اللقطة الماضية وبالتالي خطأ يصفر حاضر. يرسل كرة داخل منطقة الجزاء، بعد ذلك التغطية كرس محمد العويس، كرة وصلت عالية، بعد ذلك الرأسية تأتي، فرصة جول، مرة أخرى هنا تزيد من جديد لكن عينك على إبداع حاليا مع الفريق، لديها القدرة لأن تتأهل للأدوار المتقدمة وأن تحقق نتائج إيجابية مع النادي الأهلي في هذه البطولة. عبد الله حسون، حسين راسية حاضرة، وصلت إلى مازن فياض يبقي على الكرة لكن هناك راية مرفوعة وهنا التسلل كان موجود، الحكم مساعد الثاني السيد عبد الله صالح رفع الراية أشار إلى التسلل. سلمان المؤشر عند الكرة عرضية، السومة يحاول لكن حارس المرمى هنا أحمد باسل وصلت إليه الكرة بهذه الصورة وبالتالي تصدى لكرة تغطية قائمة أهلاوية، ماركو مارين عرضية ترسل، محاولة تأتي، فرصة وتصدى لكرتين خطيرتين. الشرطة وركلة مرمى عند حارس المرمى الحارس أحمد باسل الذي لم يختبر كثيرا في 44 دقيقة اليمين، وصل بعد ذلك من الطرف الأيمن عن طريق اللاعب موجودة، وصلت مرة أخرى التسديد من هذه المسافة لكن بعيدة كانت الكرة الماضية من محمد المشحد، تحولت كوب مارين عند الكرة يحاول ماركو مارين، فرصة أهلاوية، تمريرة حاضرة مطالبة بوجود خطأ، لمسة يد نعم كانت موجودة وبالتالي خطأ وبطاقة صدوم. أحمد باسل ينتظر بينما السومة يسدد لكن هذه المرة كانت الكرة ضعيفة تماما، صدمت في حائط الصد وتحولت إلى كورونا. رمية التماس لنادي الشرطة، وصلت هذه مباشرة، كرة ستنفذ منقولة، كرة عالية خطيرة ولكن العويس يتدخل، محمد يبعد الكرة الماضية، وصلت من جديد هيثم عسير يحاول، كرة بتعود لمصلحة نادي الشرطة لكن هنا صافرة حكم العقاب، كرة ترسل عالية بعد ذلك راسية من سعد ناطق وراسية أخرى هذه المرة تحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية جديدة سعد عبد يلعب هذه الكرة وصول في الطرف الأيسر لكن بعيدة عن المشهد، وصلت هذه الكرة من جديد تسديدة على الطاير لكنها إلى وصلت كرة عالية راسية جول، تنفيذ الركلة الركنية للشرطة منقولة، كرة عالية راسية من نعم مع العويس هذه المرة في لقطة وفي فرصة خط، مازن فياض في الطرف الأيمن تمريرة حاضرة عرضية تأتي ولكن تغطية موجودة والكرة في الأخير تحولت إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية إلى خارج نادي الشرطة منقولة، كرة عالية بعد ذلك الإبعاد، فرصة أهلاوية في الطرف الأيسر عرضية لا تأتي لكن عند جماهير الشرطة لتشاهد الشرطة مرة أخرى. نعم شوف مليمترية ترسل طويلة والرأسية ولا
ولكن إلى خارج الملعب تحولت إلى ركلة مرمى مرة أخرى. كرار عامر يظهر من جديد، ممتازة جميلة رائعة، فرصة قائمة عرضية أخرى لكن للشرطة تأتي الانطلاقة للشرطة. هنا المحاولة عرضية دون أن يحاول يمهد هذه الكرة والتسديدة، لكن وينها 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 الكرة يا علي، وينها الكرة بعيدة تماما، تحولت إلى خارج الملعب. علي فايز يرسل كرة عالية، بعد ذلك الراسية أتت، متي لاعبين يضغط، كرة تصل من الطرف الأيمن، بعد ذلك التدخل كان موجود وبالتالي خطأ أو ركلة حرة مباشرة في هذه الأثناء. الخطأ على علي منقولة كرة في اليمين، بعد ذلك التمريرة حاضرة لكن التغطية على الكرة، بعد ذلك سعد ناطر يتدخل أمام الزميلة مازن فياض الواقع على أرضية الملعب. مازن فياض يرسل كرة داخل منطقة الجزاء لكن حسام كاظم منقولة كرة داخل منطقة الجزاء، مازن يتقدم فرصة للشرطة ولكن سهلة، منقولة كرة داخل منطقة الجزاء، كرة بتعود في مباراة حتى الآن فيها التعادل من دون أهداف. مازن فياض الكرة من عبد الباسط السندي، هنا خطأ، هنا خطأ وهنا ركلة حرة مباشرة. نعم المسافة بعيد، علي فايز والتسديدة ولكن إلى خان، غريب 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 الرهيب، هنا جول جول جول، الأهلي يسجل، نعم الأهلي يصل، نعم ولكن حضر الرهيب عبد الرحمن غريب وبمهارته الفردية الاعتيادية مر الكرة لماركو مارين اللي وصل لمرمى الحارس أحمد باسل، لكن عينك عينك على غريب، عينك على عبد الرحمن غريب.